الشباب اللي دخلوا سامعين عشان نتأكد قبل ما نبدأ. لا أنا اللي شايفه فيصل عبد الكريم سعود البشير. لو تكتبوا لي سامعين إذا سامعين. هلا فيصل، إبراهيم، ماجد، ما شاء الله ما شاء الله. ماجد السبيعي أهلا وسهلا. محمد بدر دخل بس أخوه ما دخل، المدني. عبد العزيز أهلا وسهلا. لأن راح أفتح بعد فترة للي حابب يشارك بالصوت حتى، بس في البداية أنا بس بدي أتأكد 100% بأول دقيقتين إنه الصوت واصل للجميع. فيصل المطيري أهلا وسهلا، وعليكم السلام. محمد الحمد لله أنا شايف الصوت، أنا شايف الصوت ممتاز. إن كان في مشكلة يا شباب بالصوت ما بعرف حليتوها أو لا. ناصر الزكري أهلا وسهلا. هلا بنواف الهزلي، ليك عم حط الماوس على اسمك شايف. طيب يا شباب هلا نحن راح نبدا اثناء الشرح. انا ما راح انتبه على الشات ولا على الناس الموجوده، راح اشيل الشات. انا لما بشيل الشات من على الشاشه اللي انا مشاركها معاكم، الان راح شارك الشاشه. شفتوا الشاشه الان؟ هلا عبد المحسن العساف، بدك فيصل العسكر يكون جنبك يا عبد المحسن. خالد الجربة، الآن يا شباب مين محارة اللي نبغى تحصيلي؟ عمر ناجي. طيب يا شباب خلينا نبدأ. أنا لما بشيل الشات من على الشاشة فمعناتها بدي أبدأ شرح. لما برجع الشات وبتشوفوه معناها أنا طالب منكم التفاعل. ماشي نبدأ. نبدأ يا شباب. فيصل العسكر شو رأيك نبدأ؟ فيصل عبد الكريم وأنا بالأكثر. يلا نبدأ يا شباب، بس شلت الشات من على الشاشة معناته بدأنا شرح. نبدأ. طيب يا شباب الآن في الكثير من الفصول، الكثير من الفصول أنا شرحت منها الاحتمال، فيها الاحتمال المشروط. الاحتمال المشروط أنا رأيي نوقف الشات، ما بدي أشوف عشان نبدأ شرح. الاحتمال المشروط نحن بدأنا بشرح كلمة الاحتمال. معنى كلمة احتمال الآن ما راح يكون فيه زي ما كنا اسأل وتجاوبوني. الآن أنا عم بسأل عن معنى كلمة احتمال. الاحتمال هو شرحنا للأغلبية وفي البعض ما كمل الدرس، فلذلك مضطر أعيد من بداية الدرس الاحتمال المشروط وحتى النهاية. إذا أخذ معنا وقت فبنبدأ بالدرس الثاني اللي بعده مباشرة. الآن الاحتمال المشروط هو عبارة عن كلمتين، كلمة الاحتمال والمشروط. الاحتمال تعني هي نسبة بين بسط ومقام. البسط هو إمكانيات الحادثة المطلوب حساب احتمالها على إمكانيات الممكنة للوقوع. لو تذكروا أنا أعطيت يا شباب درس الاحتمال المشروط مثال إلقاء حجر نرد. حجر نرد لما بنلقيه لو سألتكم ما هو احتمال ظهور عدد فردي هو عدد إمكانيات ظهور العدد الفردي 3/6. ممتاز عبد المحسن الصنيع. عبد الرحمن السعيد نحن عم ناخذ شيء مراجعة للي قبل. عدد أو احتمال ظهور عدد فردي هو عدد حالات
ظهور العدد الفردي اللي هي واحد وثلاثة وخمسة من أصل الست إمكانيات الكاملة. ما معنى كلمة مشروط؟ كلمة مشروط أن نشترط وقوع حدث آخر. مثلا لو سألت ما هو احتمال ظهور العدد واحد علما أن العدد الذي ظهر فردي، فنقول أنا راح أكتب القانون الآن على السبورة اللي تعلمناه، الأغلبية ترى كتبوه، أنا كتبته بزمانه، كتبته بهالشكل. راح شوف الآن القانون اللي أنا عم بكتبه وتحفظه. احتمال A علما أن B قد وقع، لو تذكروه هو احتمال التقاطع على احتمال الذي وقع. تمام؟ ما رح نحكي كتير، أنا رح روح على مباشرة على الأمثلة، على المثال الأول المحلول اللي في الكتاب. اكتب لكم القانون لأنه في ناس ما قالوا ما ظهر. هل ظهر الآن؟ هو احتمال التقاطع على احتمال الحدث الذي وقع. تمام؟ طيب الآن أنا راح أعرض لكم مثال الأول، طبعاً بعدين راح أرجع على التحقق. أعرض المثال الأول في الكتاب اللي هو، شوفوا لي الآن، عم أقول ألقت عبير مكعب، أنا راح حل على الطرف اليمين، ألقت عبير مكعب واحد، فما احتمال؟ اتفقنا أنه بعد كلمة ما احتمال برسم دائرة على ظهور العدد ثلاثة، فنسمي الحدث A حدث ظهور العدد ثلاثة، علما بأن العدد الظاهر فردي، فنسمي B حدث ظهور العدد فردي. فمين هو العدد ظهور العدد ثلاثة؟ هو مجموعة تحوي العدد ثلاثة بس. ومين عدد فردي؟ فبيكون واحد أو ثلاثة أو خمسة. طب أنا أترجم احتمال A علما أن B قد وقع، كأني عم بسأل، لو تنتبهوا احتمال A اللي هو يعني ظهور العدد ثلاثة، علما بأن العدد B هو عدد فردي، فهو احتمال التقاطع B على احتمال B. سؤال الآن، A و B يتقاطعان بالعدد ثلاثة، فعدد إمكانياته إمكانية واحدة من أصل ستة، واحتمال B هو ثلاث عناصر من أصل ستة، الستة بتروح مع الستة، فيبقى الجواب واحد على ثلاثة. واضح أمامكم الحل اللي موجود على الكتاب. هلأ أنا بدي أسأل كم سؤال، بدي على الشات. عبد المحسن، لو راح شيل الشرح اللي أنا كتبته،
الآن، انتبه على الشرح الموجود، أنا عم أشرح عليه بالماوس عبد المحسن، عم نقول لتكن أي حادثة التي يكون فيها العدد ظاهر فردي. ماشي، خلينا نروح على المثال يا عبد المحسن، مثال التحقق لموجود لعلك تفهم عليه. الآن شوف يا عبد المحسن، ركزوا الجميع يا شباب، عم يقول يحتوي كيس 52 بطاقة مقسمة إلى ثلاثة أقسام، إلى أربع أقسام، الآن ظاهر يا شباب الكتابة؟ طيب الآن يحتوي كيس على 52 بطاقة مقسمة إلى أربع مجموعات بالألوان أحمر، أخضر، أزرق وأصفر، يعني كل لون راح يكون 13 بطاقة، ورقمت كل بطاقات بالأعداد من 1 إلى 13. فإذا سحبت نوال بطاقة، ركزوا الآن، سأل فما احتمال، فببدأ بحط خطوط تحت الجملة اللي بعدها، أن تكون هذه البطاقة تحمل العدد 13، بروح بسمي هالحدث هذا أي وليكن. ركز يا عبد المحسن، علما بأن كمان بحط عليها دائرة وبقول ما سحبته كان العدد 1 أو 12 أو 13، وبسمي هالحدث الثاني بي، كأني عم ترجم الجملة الأولى وبسميها، بدل ما عيد الكلمة أن تكون هذه البطاقة 13 بسميها العدد أي، وما سحبته كان العدد 1 أو 12 أو 13 سميتها بي، فيكون كأني عم ترجم السؤال أي يساوي مين هن الأرقام اللي تمثل الحدث أي؟ هن العدد 13، لكن العدد 13 يا شباب 13 عم ينكتب أربع مرات، مرة أحمر ومرة أزرق ومرة أصفر ومرة أخضر، صح؟ فهن ثلاث حالات، والحدث بي ما هو إلا ظهور العدد 11 أربع مرات، صح؟ بألوان أربعة، والعدد 12 أربع مرات، والعدد 13 أربع مرات، تمام؟ الآن لو سألتكم مين هو أي تقاطع بي، أنا بحسبها عشان إيش؟ عشان راح استخدمها بالقانون بعد شوي. التقاطع بين المجموعتين هن أي وبي بيتقاطعوا بالرقم 13 اللي هو عبارة عن أربع مرات. الآن احتمال أي علما أن بي قد وقع هو، كأني عم بسأل احتمال ظهور العدد 13، أنا رح أحط الماوس وشوفه، كأني عم بسأل احتمال ظهور العدد 13 علما بأن العدد اللي ظاهر 11 أو 12 أو 13 يكون يساوي حسب القانون اللي كتبناه من شوي. عبد المحسن مش الحال يا عبد المحسن؟ طيب الآن عم نقول احتمال التقاطع كم حالة للتقاطع؟ مو عندنا أربع حالات من أصل كم حالة الإجمالية؟ 52. طيب خليني أكتب الثاني، احتمال الذي وقع حسب القانون اللي كتبته أنا من شوي، مو احتمال البي هو الذي وقع، كم احتمال البي؟ هو 12 حالة من أصل 52 حالة الإجمالية، كالعادة 52 بتروح مع 52، فيبقى 4 على 12 والجواب هو ثلث. ماشي يا شباب؟
أنا راح أرجع عيد كلام يا شباب، كلام راح أرجع عيد يا شباب. أنا معاكم، أنا نتفاعل شوي شوي كل ما يعني نوصل لنتيجة أفضل. عم نقول أسامة انتظر لعيد، عبد الله فهمت أنه سهل، أنا راح عيد يا خالد جربة، أهدو شوي، أهدو أهدو. أنا عم قول يحتوي كيس على 52 بطاقة مقسم إلى 4 ألوان، واحد كل واحد منهم 13 مرقم من 1 ل 13، فما هو احتمال ظهور البطاقة رقم 13 علما بأن ما سحبته إما 11 أو سحبته 11 أو 12 أو 13؟ منروح بنفرض الأول، نفرض الأول الحدث الأول 13، اللي هو A، والحدث الثاني اللي هو 11 أو 12 أو 13 اللي هو B. كأنه ترجمنا السؤال إلى احتمال الـ A علما أن B قد وقع. فاحتمال التقاطع اللي هو بيتقاطعوا بالأربع حالات تبع 13 13 13 13، فهو أربع حالات من 52. اللي سألني من شوي احتمال الذي وقع، ما هو 12 على 52؟ مين اللي وقع؟ ما هو بي؟ فعدد إمكانيات وقوع الحدث بي هو ظهور ال 11 أربع مرات أو 12 أربع مرات أو 13 أربع مرات، معناها عندنا 12 حالة من 52. الآن روحنا ل 52 مع 52، باقي ال 4 على 12 اللي هي تلت. الآن يا شباب راح سكر الشات ترى شوي عشان روح على الفقرة اللي بعدها. الفقرة اللي بعدها اللي هي جداول التوافقية، كمان ترى في فصل أو أقل من فصل كانت جداول التوافقية أخذناها بواحد من الفصول. ما معنى كلمة جداول توافقية؟ اللي متذكر من اللي حضر الدرس، في حدا متذكر شو يعني جداول توافقية؟ التعريف، شو يعني جداول توافقية يا شباب؟ الجداول التوافقية مثل ما أنكم شايفين بالتعريف أمامكم، هي جداول تكرار ذات بعدين يتم فيها تسجيل بيانات ضمن خلايا، حيث أن كل خلية من خلايا الجدول تمثل تكرار يسمى تكرار نسبي. يعني لو ركزنا على المثال المحلول اللي أمامكم، مثال المحلول يا شباب، لو بس ما نظرنا على شيء إلا على هالجدول اللي موجود أمامكم، مكتوب الحالة إما مريض أو معافى، أنا في بعض الفصول شرحت فيها الدرس ترى، واصل فيها، عارف يا خالد في فصلكم بالذات مشروحة. الآن في بعض الفصول كانت متأخرة فما وصلت لهذا الدرس، قلت رح عيد مشان نمشي بالكل سوا. الآن الحالة مريض ومعافى، هدول بعدين أفقيين، وعدد الأشخاص يمارس المشي ولا يمارس المشي. أول شيء لازم أعرفه أنه المجموع الإجمالي للعدد بيجمع 1200 مع 800 بيطلعوا 2000، 1600 مع 400 بيطلعوا 2000، مجموع الإجمالي كم؟ 4000. فأنا أول شيء لازم أوصل له هو أنه عدد الأشخاص الإجمالي ما هو؟ 2000 شخص. ليه؟ عشان قسم عليها بالآخر مجموع الأشخاص 4000. والآن السؤال، ركزوا على السؤال الآن يا شباب، السؤال أوجد احتمال، أوجد احتمال أن يكون الشخص الذي اختير معافى، راح أحط خط تحت معافى، انتبهوا، راح أحط خط تحت معافى علما بأنه يمارس المشي، حطيت خط جنب يمارس المشي. لو فرضت كلمة معافى أي، وعلما أنه كالعادة حطيت تحتها خط يمارس المشي، فرضتها بي، هلا أنا ممكن أفرض بي وممكن أستخدم الحروف اللي موجودة أمامنا، صح يا شباب؟ يعني معافى يعني إتش،
ومريض يعني S، ويمارس المشي يعني W، ولا يمارس المشي يعني NW. الآن احتمال أنه معافى علما بأنه لا يمارس المشي، أو علما أنه يمارس المشي، هو احتمال H علما بأنه شو يمارس المشي يعني W، H علما بأنه W، فهو احتمال H تقاطع W، ترى التقاطع هي نفسها حرف العطف و، على احتمال الذي وقع اللي هو W. مين تقاطع المعافى ويمارس المشي؟ هو 800، لاحظوا 800 على 4000، هذا اللي في البسط، فالمفروض نكتب هنا بهذا الشكل، كسر كبير ونحط فوق رقم وتحت رقم، هني كاتبينه بالمثال المحلول بهالشكل اللي شايفينه أنتو. يعني أنا راح أكتب الآن 800 على 4000 على احتمال يمارس المشي، اللي يمارس المشي هو العمود بالكامل، يعني الألف وستمية زائد 800 اللي هي 2400 على 4000، كمان 4000 بتروح مع 4000، بيضل 800 على 2400. كمان الصفرين مع الصفرين بيروحوا، بيضل 8 مع 24 فهي ثلث. الآن ثلث، ماشي، حلو عبد العزيز محمد سعيد. الآن أنا عارف أنه يا شباب أنا متقصد، ترى بحصة اليوم أنا عن قصد رجعت للدرس اللي الشباب حاضرين وأغلبهم، عشان نبدأ بداية من شيء يعني نعتبر فاهمين منه شوي. طيب الآن إن شاء الله يكون سهل للجميع. الآن راح أروح على تحقق من فهمك بنفس السؤال بهنا. المطلوب الآن يا شباب، المطلوب ما احتمال أن يكون شخص اختير عشوائيا معافى علما بأنه لا يمارس المشي؟ من هو المعافى؟ يعني إتش. من هو الذي لا يمارس المشي؟ يعني إن دبليو. تمام؟ فلو ترجمنا الاحتمال H علما بأنه لا يمارس المشي حسب القانون، هو أنا راح أترك كعادتي بالفصل، راح أترك فراغ احتمال H تقاطع، أو ممكن حط حرف العطف و، إن دبليو على احتمال الإن دبليو ويساوي خط كسر فوق وخط كسر تحت. الإجمالي نحن حاسبينه كم؟ هلأ في مشاري السعدون رافع إيده الآن، راح شوف مشاري السعدون وأعطيه سعود البشير تتكلم ولا فيصل عبد الكريم؟ فيصل أنا فتحت لك الميكروفون لو حبيت تتكلم وتحل. شو راح نحط؟ فيصل عبد الكريم هو أول الداخلين، لو فيصل تكلم يا فيصل لو حبيت. هلا هلا، تسمعني؟ سامعك. أيوة هلا والله. هلا فيصل، كيف الحال؟ والله بخير الحمد لله. ان شاء الله بنشوفكم قريب. لا ان شاء الله. ليه؟ طيب فيصل ما خلاص لازم. ايوه طيب الان انا بدي فيصل البسط، البسط يلا حلو. حسب 100 على، انا بدي اشرح للشباب بس عشان نفهم، بدي اشرح للشباب انه هذا الاحتمال التقاطع راح ارسم خط معافى وخط أنه لا يمارس المشي، بإيش تقاطعوا الخطين؟ بالرقم. يلا فيصل
هذا المعافى الذي لا يمارس المشي. انا رسمت خطين. حلو صح كلام طيب. بايش تقاطعوا؟ بالمعافى والثاني اللي لا يمارس المشي. حلو، فكم؟ 800 على 1200. لا لا يمارس المشي، انتبه، معافى ولا يمارس المشي. والله ما ادري صراحه ما اعرف. شوف فيصل، مو معافى، مو المعافى. حلو، رسمت عليها خط انا افقي. صحيح تمام. ولا يمارس المشي راسم عليها خط عمودي. حلو. ايه تقاطعوا الخطين عند رقم، مين هو هذا الرقم؟ 400. هذا هو التقاطع، هذا هو مفهوم التقاطع اصلا. فهن تقاطعوا عند ال 400، فانا حطيت التقاطع في الاعلى فوق 400 صح؟ تمام. ايه طيب، تحت هذا الاجمالي عدد الطلاب الاجمالي اللي ما يمارس المشي. لا الكل هذا احنا نقسم على الاجمالي اللي هو 4000 حسبناه هون 4000. 2400 اوكي كله حلو. نجي لاحتمال الذي لا يمارس المشي، مين اللي لا يمارس المشي؟ هو الخط اللي انا عم برسمه الان، الخط كل اللي لا يمارس المشي مين هن؟ 1600. ال 1600 فرصتهم من اصل كم يا عبد الفيصل؟ يلا لشوف من اصل كم؟ 4000. حلو. الان كالعاده يلا فيصل بسط. 4000 على 4000. يا سلام عليك. حلو. 400 على 1600. حلو. ممكن تبسط مباشره؟ 1 على 4. 1 على 4 ممتاز فيصل. ممتاز. بارك الله فيك. انا راح اعرض مثال الثاني يا شباب. انا بفضل انه كل واحد الشاشه يعمل برنت سكرين واحفظها عندك عشان الدفتر يكون كامل فيما لو رجعنا يا فيصل، يكون دفترك كامل. ماشي فيصل؟ تمام طيب. بالتوفيق. انا راح اطفي الصوت عندك. ماشي؟ ماشي. يلا بالتوفيق. الان يا شباب انا راح انزل على انا بفضل اللي تصوروا الشاشه صوروها عشان اللي ما كاتب الدرس ينقلوا على الدفتر. انا الواجب الوحيد اللي طالبه منكم هو نقل الاشياء اللي ظاهره على الشاشه الى دفتركم كالعاده مثل ما دفترنا كامل. ماشي يا شباب. ابراهيم السعيد بدي اسمع صوتك. انت حر عبد الله العتيبي، حطوا كيف ما بدك، المهم انا بدي اياه على الدفتر اذا رجعنا شفنا بعض ان شاء الله. انا راح اروح على الدرس اللي بعده، على الفقره اللي بعدها، هو راح ينزل على اليوتيوب. الان انا بدي عبد العزيز البدر، سامعني عبد العزيز؟ راح افتح لك الصوت عبد العزيز البدر. فتحت صوت عبد العزيز، انتبه. عبد العزيز سامعك. عبد العزيز هلا هلا. عبد العزيز يا هلا. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. يلا عبد العزيز اهلا وسهلا. مشتاقين والله. احنا اكثر يا استاذ. محمد جنبك ولا؟ لا جنبي. والهزلول والهزلي عفوا. الهزلي انا في بيته. الهزلي في بيته. يلا يا عبد العزيز انا راح الشاشه امامك، بدي تقرا السؤال مبدئيا عشان نشوف نحن فاهمين ولا لا. ماشي. هو السؤال كان مثل ما انك شايف خيارات، يعني سؤال مؤهل يجي في تحصيلي. ماشي. صحيح. يوضح هذا السؤال اللي انا عم حله الان هو ما شرح نهائيا بولا فصل من الأربعة، أنا متأكد من الخمس فصول. يوضح جدول أدناه عدد الطلاب الجامعيين ممنوع الجوال يا عبد العزيز أثناء الحصة. ممنوع. يوضح جدول أدناه عدد الطلاب الجامعيين الذين يمارسون الرياضة بشكل منتظم. الآن الجدول اللي أمامنا لو قرأناه، الرياضيين الجامعيين في سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة ضمن المنتخب الوطني في 7 في السنة الأولى و22 في السنة الثانية وهكذا، ونفس الشيء هنا. أنا بهمني بعد كلمة أوجد احتمال، أنتوا أنا مركز كثير على هالكلمة، أن يكون الطالب من ضمن المنتخب الوطني. معي يا عبد العزيز؟ إيه نعم. اللي ضمن المنتخب الوطني يعني بي، صح ولا لا؟ صحيح. هذا بي. حلو؟ علما بانه، هي كلمه علما بانه بنحط عليها دائره، في السنه الاولى
السنة الأولى لو نرمز لها A مثلا شو رأيكم؟ لا ما هو A لأنه A اللي هو الثاني A لأنه الA مرمز الA صح؟ فبدنا نختار حرف وليكن أي حرف ثاني بتفضلوا وليكن K حلو؟ راح سميه K. والسنة الثانية M والسنة الثالثة L والرابعة Q. فأنا السؤال اللي عم بسأله أوجد احتمال أن يكون الطالب ممن هم ضمن المنتخب الوطني فهو B صح؟ صح. علماً بأنه في السنة الأولى اللي رمزت لها K لو فرضنا صح؟ ايه. فأنا ترجمت شوفوا يا شباب أنا ترجمت السؤال لصيغة استخدم فيها القانون صح ولا مو صح؟ صح. الآن القاعدة يلا عبد العزيز اللي هو أول شيء في البسط السبعة لا أنا بدي القانون أولا في عندي حرفين بي وكي نعم يلا الحين بي ومع الكي تقاطع كي. كي على احتمال مين كي الذي وقع اللي هو كي تمام كي. طيب الآن مثل ما حكينا ضمن المنتخب برسم خط بالطول من أنو سنة؟ السنة الأولى. الأولى. تقاطعوا الخطين ولا ما تقاطعوا الخطين؟ تقاطعوا. تقاطعوا عند رقم ما هو ذلك الرقم؟ سبعة. سبعة. سبعة على إيش؟ المجموع. لازم نحط. على مجموع الإجمالي معك آلي حاسبة ولا ما معك عبد العزيز؟ معي آلي حاسبة. بدي تجمع لي الأرقام كلهم بسرعة. أبشر أبشر. مين جمع هون؟ من الشباب يورينا ألف ومئة وثمانين أكيد يعني أحد يتأكد بس أنا أعتقد ألف ومئة وثمانين عبد المحسن العساف كتب 1180 خلاص أكيد إذا عبد المحسن قال خلاص صحيح أكيد 1180 هذا الإجمالي صح؟ إيه طيب احتمال كي الكي لحاله بدنا نجمع مين مع مين يا عبد العزيز؟ 7 و 269 يا سلام عليك اللي هن 200 وكم؟ و 76 76 ممتاز 76 من اصل الاجمالي اللي هو 1180 تمام يا شباب الان كالعاده عبد العزيز مثل ما قلنا يلا شو مين بيروح مع مين؟ 1180 مع 1180 يا سلام عليك مين باقي؟ سبعة على 276 هلا أكيد أنت عم تكتب على الآلة الحاسبة سبعة على 276 وتشوف بيتبسط ولا لا سبعة فيصل عبد الكريم كتب لا يعني ما بيتبسط ممتاز ما يتبسط ممتاز يا شباب أنا ماني حابب اليوم كتر فأنا حابب اليوم أشرح أنا عن قصد شرحت حصة نحن شارحين أكثر من نصفها في بعض الفصول مثل ما حكيت انا راح ختم الان الحصه ترى عبد العزيز راح اضطر اسكر هلا مين بيحب من الشباب يشارك يسمعنا صوته صحيح ما سالنا انه خيار من الخيارات يا شباب عبد العزيز ولا راح عبد العزيز عبد العزيز انا راح ارجع لك صوت مين الخيار الصحيح الخيار الصحيح لما كتبت 7 على 276 مو طلع لك رقم باس دي لما ضغطت على اس دي طلع فواصل اي طلع فواصل شو طلع معك رقم الفواصل راح اكتبه فوق اعطيني اياه من اليسار لليمين فاصله 0.25 0 فاصله 0 2 5 عبد العزيز تتذكر لما حولنا لنسبه مئويه كيف حولنا بتذكرني نضرب 100 نضرب 100 او بنرجع خطوتين للخلف صح ايه يعني نرجع الفاصله خطوه تنتين فبيكون 2.5 شو الجواب بي ونحط سلاش بالمية صح فالجواب هو بي يلا انا شكرا عبد العزيز ما قصرت الف شكر سلم على الجميع سلم السلام عليكم شباب مع السلامه الآن يا شباب اللي حابب يشارك في رافعين يدهم مين الشباب الرافعين يدهم
عبد المحسن. هلا نحن خلصنا الدرس الثالث ترى بهالحالة. هلا بس انا راح بالوقت المتبقي من الحصة راح اعرض لكم بس الكتاب، اوريكم بس السؤال الدرس القادم ما هو، اللي هو ان شاء الله بكره راح ينشرح اذا الله احيانا. اللي هو الاحتمال والتوزيعات الاحتمالية. هذا الدرس القادم نشوفكم على خير. يلا أنا رايح على الصلاة، سامعك يا عبد الله. نراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي بحب يغادر يغادر يا ناصر. خلاص أنا خلصت الدرس، بكرة إن شاء الله في موعدكم راح نقدم الدرس الثاني. شكرا. انها راحت بس. نعم.